الحلقة العاشرة من تفسير سورة الكهف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا قلنا ما اجتهد احد في نشر العلوم الشرعية الا رزقه الله باربعة جوائز. الجائزة الاولى نصره الله الى من مع انه اعلى منه، نصره الله على من هو اقل منه، نصره الله على قوم مستحيل كان يتخيل انه يوصله، زي بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. اخر حاجه بقى يا اخوانا، اخر جايزه لمن ينشر العلم، انه ربنا بيوفقه لصدقات جاريه تفضل في ذكراه مخلده بسبب صدقاته الجاريه اللي عملها. طيب زي ايه؟ قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ يأجوج ومأجوج قبلتين يعيشون على السرقة والنهب والقتل، فهل نجعل لك خرجا، نجعل لك ضريبة، وإحنا عارفين أنت بتخش ضريبة، بس إحنا نطلعك كجعل يعني، على أن تجعل بيننا وبينهم جدار كده؟ قال ما مكنني فيه ربي خير. الحاكم المسلم لا يأخذ المال من الرعية إلا للضرورة. حرام الضرائب، حرام أخذ أي ضرائب المسلمين إلا بخمس شروط. فالحاكم المسلم لا يأخذ المال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة، اشتغلوا معايا، بس أجعل بينكم وبينهم ردما، مش هخلي في جدار، سأجعل مجموعة جدر جنب بعضها ردم ما يقدروش يكسروا، الجدار يتكسر لكن الردم ما يتكسرش. آتوني زبر الحديد، قال لكل دول العالم هاتولي قطع الحديد. كل العالم بقى يطلع الجبال ويجيب قطع الحديد ويحملها ويبعتها، الجمل يطلع بالحديد فوق ويرمي بين السدين، يعني بين سلسلتين الجبال، حتى إذا ساوى بين الصدفين، فضل يحط قطع الحديد فوق بعضها لحد ما ساوى بين الجبلين، بقى السد اللي هو عمله مساوي في الارتفاع الجبلين. قال انفخوا حتى إذا جعله نارا، قال لهم حطوا فحم وحطوا بترول وانفخوا في الفحم، عاوز الحديد ده يتولع فيه، فأشعل نار رهيبة جوه على الحديد، فالحديد احمر بقى لونه احمر. حتى اذا جعله نارا الحديد ولع، قال ايتوني افرغ عليه قطرا، هاتولي النحاس الدايب وصبوه فوق الحديد، بقى النحاس الدايب ينزل على الحديد السخن فيعملوا سبيكة مع بعض يستحيل تحبها، اصبحوا الاثنين حاجة واحدة. ايتوني افرغ عليه قطرا، قطرا يعني نحاس دايب. فجت ياجوج وماجوج طلعوا، قالوا نلحق نهد الجدار ده قبل ما ينشف، فجوم عشان يهدوه ما عرفوش، قالوا طب نخليها في السهل الاول. ايه السهل؟ نطلع فوق الجدار نظهر فوقيه، نطلع فوق ظهره، فما استطاعوا ان يظهروا، يعني السهل ما قدروش عليه، بدل ما فيش ته يبقى الطه دي للسهل، فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقبه، وجوم يكسروه هو لسه ما... لسه ناشف، فما استطاعوا له نقبه. أما عجز يأجوج ومأجوج عن أن يطلعوا في الجدار أو ينقبوه، وقف ذي القرنين يخطب يقول هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا.